خلصت نشر الغسيلات بس الطقس أكتر من رائع. سمعين صوت العصافير؟ ليكو بجعة ويني بجعة؟ تعي تعي، في عندي كم كيلو كوسة تحت بدي انزل احفرون و شو كيفك؟ سبحان الله، دخيل الله ما أحلاها. فكنت عم قلكن عندي كم كيلو كوسة تحت، رح انزل احفرهم وبدي شوف شو بدي اعملهم. وصفة حلو حدا جاي عبالهم اليوم، اكلة حلو. عم فكر بوصفة سهلة وما بتاخد وقت والكل بيحبها، فتعوا لننزل لتحت لنشوف شو حنشتغل اليوم. ورح نزلها اكل لبقعة خانم. بقعة يلا انتوريني نزلتك. بناخد الكوسيات اللي بدنا نحفرهم وبنقعد بمكان نكون احنا مرتاحين فيه، قدامنا كباية الشاي او فنجان القهوة تاعنا، وبنحط قدامنا شي مسلسل نحن بنحب نحضره، شي فيديو نحن بنحب نحضره، وبنحفر كل كمية الكوسة. وهي خلصنا حفر الكوسيات كلهم، عن جد ما اخذوا وقت. احضرنا كم فيديو هيك على اليوتيوب، شي 3-4 فيديوهات، وكمية الكوسة كلياتها خلصت. رح اقوم غسلهم وبلش جهز التابلة. غسلت الكوسيات كتير منيح، نقعتهم بالمي والملح، المي وملح خشن، وفركتهم حبة وحبة. هلأ كل كيليان من الكوسة أنا بحط له مج واحد من الرز المصري، كباية واحدة كبيرة من الرز، والتحويج اللي نحن عنا إياها أو التتبيلة أو البهارات اللي منضيف لإياها، أنا بحب ضيف بقلب الحشوة نعنع يابس وطبعا الملح وسبع بهار وملح. يعني كل كيليان من الكوسة بدو كباية رز مصري، ملعقة وسط من السبع بهار، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة وسط من النعنع الناشف، وملح حسب الرغبة، ولحمة. بالنسبة للحم المفرومي حط اللي الله بيقدركن عليه. واللحم اللي أنا مستعملتها اليوم لحمة غنم، دايما بحب حط بالمحاشي لحم الغنم، فيكن كمان تحطوا أي نوع لحمة أنتوا بتحبوها. رح حرك الحشو كلها مع بعضها وإحشي الكوسيات، طبعا بحشيها نصة، أكتر من النص بيصير حبة الرز ترزرز عنه، وما بحط لا سمنة ولا أي شيء بقلب الحشوة. وهاي الكوسيات صاروا محشيين. وهذا اللبن حطيته على النار، حطيت له ملعقتين من النشا، ورح حرك فيه بدون ما اضيف له مي، لانه المي بدي يصير اوقف بزياده وبدي حرك لوقت اطول. فعم بغلي مي على جنب هنيك، لبين ما يغلي اللبن بيكون غلي المي وبضيف المي فوقه. غلي اللبن بسرعه بس انا دائما ايدي فيه، ما وقفت تحريك ابدا، بس لانه شايفين انه ما ضفنا المي معه فبيغلي بسرعه هيك معنا. حتى المي كمان بلش يفور. هلا رح ضيف المي الغليانه فوق اللبن. بس للامانه قبل ما ضيف المي حابه افرجيكم قوام اللبن كيف هو سلس. اذا اتبعتوا هيدي الخطوات بيطلع عندكم لبن سلس منه مقرش وممتاز، وعائلتكم رح تاكل ورح تدعي لكم. شايفين الاثار بالكبجه او هاي المغرفه؟ ما في اي تكتلات. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. شرط تكون المي غليانة. هلا بياخدوا قلبي واحدة مع بعضهم وبضيف الكوسة. شوفوا كيف حبايب قلبي دغري غلي. شوفوا أطراف الطنجرة طلع الفقاعات. يلا رح ضيف الكوسة. بدي أقول ملاحظة جدا جدا مهمة، ابدا ابدا ما تضيفوا ملح ولا تضيفوا مي بارد. اذا حسيتوا انه اللبن سميك حابين انكم تضيفوا مي، فاغلوا المي على جنب وبعدين ضيفوا المي تكون المي غليانه. بس انكم تضيفوا المي بارده كانه ما عملنا شيء، رح يرجع احتمال كتير كبير انه يقرش معكم اللبن، فتفادوا هيدي الاشياء. حبيت اذكر هيدي الملاحظات. أنا دايما بتجيني أسئلة، يا ليلى اعملي معروف ردي علينا، بدنا أسرار وتركات اللبن
رح وطي النار انا لانه اللبن عم بيفور بطريقه فظيعه، فبتطلبوا مني دائما اسرار عدم فرط اللبن، فهذه هي الاسرار. الملح ما تضيفوه ومي بارده ما تضيفوه، تكون المي غليانه. طبعا كتار من حبايب قلبي المتابعين بيسموا هيدي الاكله الشيخ المخشي، مش محشي، بيحطوا بدال الحاخاء فبيسموه شيخ المخشي، نحن بنسميه محشي، محشي كوسة بلبن. بعرف اكتبوا لي انتو يلي عم تحضروني هلا شو بتسموها لهيدي الأكلة. خلصنا من عملين الأكل، هلا بدي أعمل لهم حلو هيك على السريع. طبعا أنا رجعت قويت النار تحت طنجرة الكوسة، الطنجرة لسه ما شعلت تحتها، رح أعمل لهم المدلوقة، بس بدي أعمل القشطة بالأول. اي كباية عندكم عايروا فيها، انا رح عاير بهيدي الكباية، بدي كبايتين مي، بضيف لها 4 ملاعق طعام مليانين جبل من الحليب البودرة. طبعا اذا عندكم حليب سائل مباشرة انتو حطوا كبايتين من الحليب السائل، بس انا لانه ما ضل عندي فرح حط حليب بودرة. بدي بنفس الكوب عاير 3 كوب من السميد الناعم، حبيت فرجيكم اياه عن قريب تشوفوا قوامه كيف. ملعقتين طعام نشا، كورن فلاور، كورن ستارتش، مثل ما بتسموه، ملعقتين طعام مليانين هيك جبل. 3 ملاعق طعام سكر، سكر الحبيبات العادل بنحلي فيه الشاي، وهي 3 ملعقة. علبتين قشطة، وزن العلبة 250 ميل. طبعا إذا في عندكم كريمة مطبوخة فيكن تستبدلوها بالكريمة المطبوخة. دائما افتحوا علبة القشطة هيك بتنزل كل الكمية. هلا بشعل النار تحت الطنجرة وبحرك، بضلني حرك باستمرار منعا لحدوث اي تكتلات. شايفين قوامها بالبداية كيف بتكون، ما تخافوا ابدا مع التحريك كله حيدوب، حيصير عنا قشطة غير شكل. طبعا بكون انا مجهزة المي زهر، بدي تقريبا 2 ملاعق طعام من المي زهر، بس يغلي وبدي طفي بحط المي زهر بالاخر تضل القشطة محافظة على نكهته. حبيت لكم شغل بهيدي المرحلة، انتبهوا تغطوا الكوسة باللبن اول ما تغطوا، كمان هيدي وحدة من التركات اللي بتخلي اللبن يقرش انه نغطيه، فما تغطوه ابدا، اتركوه هيك الطنجرة كشف لبين ما الكوسة تستوي. شايفين القوام كيف صار عنا؟ هذا هو القوام اللي انا بدي اياه. رح اضيف له هلا المي زهر. طفي الغاز بالاول، بسم الله. كون مجهزه انا حدي تبروير ازاز او اي بايركس ازاز، اي صحن، بفرغهم مباشره فيه وبغطيه ببلاستيك غذائي او كلينج فيلم. بسم الله بسم الله، شفتوا ما احلى هالقوام؟ مباشرة غطوها بكلينك فيلم، ما تعطلوا هم ابدا، يعني ما رح تدوب ولا رح يصير عليها اي شيء، بس مشان ما تتشكل عنا هيدي القشطة اللي بتتشكل على الوش، وبنتركها لحتى تبرد تماما. مشان هيك نحن عملنا القشطة اول شيء حتى تبرد لبين ما اجى الوقت وحطيناها فوق المدلوقة. وهلا تعوا معي تنعمل المدلوقة. في عندي هون طنجرة بدي كارمل السكر، ليك وبدي لكم على شغلة قبل ما نبلش مشان ما يجيني حدا بالكومنتات يحكي كلام انه المدلوقة مش هيك. لا هيك اجمالا المدلوقة انا بعرف انها بتنعمل بالفركة، بس الفركة مش كل الناس فيها تحصل عليها. اليوم انا رح اعملها بطريقة كتير سهلة وكل الناس فيها تعملها بالسميد الناعم، مش ضروري ابدا يكون عنا الفركة تاع المفروكة. بطنجرة صغيرة وبنفس الكباية اللي قست فيها المكونات يلي قبل، بدي كوب من السكر، سكر الحبيبات العادي،
وبشعل النار تحت الطنجرة. بس لا بحركها لا بملعقة ولا شيء. بعد شوي رح لاحظ انه الاطراف بلش السكر يتكرمل، ساعتها ببلش حركهم. بكون مجهزة انا على جنب كوب من المي الغليانة. شوفوا حبايب قلبي كيف الاطراف بلشت تتكرمل، فبهيدي المرحلة بحرك السكر لحتى الكل يدوب بنفس الوقت، وبخفف النار. النار بتكون بين الهادية وبين الخفيفة على الاخر، بين الشمعة، لانه ما بدي لون الكراميل يكون عندي كتير غامق، لا بدي لون اشقر تيطلع عندي المفروكة لونها حلو، لانه هي لون الكراميل يلي رح يعطيني لون المفروكة. عملان الكراميل ما بيخوف ابدا، طريقته بتنجح مليون بالمية لو اول مرة بتكونوا عم تعملوا، لانه اجمالا هو سكر بالنهاية بده يدوب، فقد ما يطلع عندكم تكتلات ما تخافوا نهايته يدوب. هذا اللون انا كتير عجبني، ما رح انطر عليه اكتر من هيك. هلأ بضفله كوب من المي الغليانة، بس بدنا ننتبه كتير منيح. بسمي بسم الله. ليكو هذا المقطع ما رح اعمل فيه كات ابدا، بدي اياكم تشوفوا كل الخطوات. شفتوا هذا القرص اللي تشكل عندي؟ هذا بتركه، والنار تحته شمعه على فكره، بس كتر ما حملته السكر عاليه بتحسوا انه ابدا الفوران منه طبيعي. اذا كنتوا منكم مسيطرين فيكم تطفوا الغاز، تركوه يهدى على 100 مهلو لحاله بدوب. هذا الشيء اللي تشكل عنا هون القطعة الصخر هي لحالها بتدوب. بس شايفين هاللون ما أحلاه، لون كراميل رائع رح ناخد. ممتاز جدا. هلأ الكراميل صار جاهز عنا، رح ننتقل على المقلية، قصدي السكر المكرمل. بنحط المقلية محله. بدي كوب من السميد الناعم، يعني طحين الفرخة. شايفين قوامه كيف؟ بحطه بالمقلية على الناشف. بدي دلني عم حركهم، بدي السميد ياخد عندي لون. هلا بفرجيكم اللون يلي انا بدي اوصل له. شفتوا كيف عم ياخد لون داير من داره؟ انا بحس التحريك هيك بالمقلية اسلس من السباتولا. هذا اللون كتير منيح. هلا رح طفي الغاز. طفيت الغاز مشان اقدر سيطر على اللون. انا قطعت من الزبدة قدر 100 جرام. شايفين هي اجمالا بيكون مكتوب هون الارقام، فيكن انتو تعايروا قديه بدكم زبدة وتحطوا. هلأ شوفوا قوام السميد الناعم مع الزبدة كيف رح يطلع عنا. طبعا انا لحديت هلأ طافي الغاز، بقلبهم منيح مع بعضهم. هلا بتشوفوا قوام السميد عنا بصير مثل رمل البحر، ما بدي يصير سائل ابدا. اذا صار سائل معناتها انا مكتره زبده، واذا ما صار مثل رمل البحر معناتها انا مقلله زبده. فاجمالا الكوب اللي انا مستعملته عياره 300 مل، مشان اذا بدكم تشوفوا مزبوط بالمليات 300 مل من السميد الناعم، حطيت له 100 جرام من الزبدة. طبعا كل ما كانت نوعية الزبدة اطيب بتطلع لنا المفروكة اطيب. هلا طالما انا مسيطرة على الوضع رجعت شعلت النار تحته، خلص بضلني اقلب. هلا رح خلي النار تحت المقلية وسط، ورح اضيف السكر المكرمل، بس لحتى اجيب النزالات بالاول بنسمي بسم الله ومنضيف. منضيف كل الكمية، ما تخافوا ابدا. هلا بدي فرجيكم مزبوط القوام اللي رح اوصل له خلال الغليان، ووقتها منوقف ومنطفي الغاز وبنسكب دغري. على فكرة هيدي الأكلة كتير بتذكرني بأكلة المامونية الحلبية، كتير بتشبهها. في ناس بتحب المفروكة، كان بدي أقول المامونية، في ناس بتحب المفروكة تكون مرقة شوي، في ناس بتحبها جامدة. هلا أنتم بتتحكموا بهذه المرحلة، شوفوا أنتم قديه بتحبوا
تكون نسبة سمكتها، وعلى هالأساس أنتو بتطفوا النار وبتسكبوها دغري. طبعا بهيدي المرحلة رح ضيفلها، ليكو لما وصلت لهيدا القوام رح ضيفلها المي زهر والمي ورد. هذا المي زهر نحن لأنه شغل بيت أنا جايبته من الضيعة، شغل أم حسين الله يوجه لها الخير، بالتحديد يعني شغل أم حسين، فبيعمل هيك لأنه ليه؟ لأنه مي زهر حقيقي. بضيف قدر ملعقتين طعام وقدر ملعقتين طعام من المي ورد. بسم الله، كمان هذا شغل الضيعة شغل أم حسين. إذا بحكي لكم على الريحة يلي طالعة هلأ بالمطبخ ما بتصدقوا الريحة قديه طيبة. برجع بقلكم نقوا نوعية الزبدة، نوعية الزبدة كتير بيأثر حبيبي قلبي. شفتوا القوام؟ هيدا المرحلة خلص أنا طفيت الغاز تحتها، خلص بعطي تقليبة بس لحتى المي ورد والمي زهر يندمجوا منيح وبسكبها مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فينا نسمك المفروكي، فينا نرققها، انتو بتتحكموا بسمكتها. اجمالا هي سمكة طيبة بس فيكن تعملوها صحنة. سألت العائلة عندي قالوا لي لا بدون اياها رقيقة، اجمالا ليكو هي سمكة طيبة ورقيقة طيبة، فقسمتن لصحنين. هلأ طبعا القشطة بتكون عنا صارت باردة، وهلأ فرجيكم قوامة، هلأ فرجيكم اياها. هاي آلية الكوسة باللبن كمان صارت جاهزة، طفيت النار. التوم مع النعناع طبعا قليتهم زيت الزيتون. ليكو قبل شايفين اللون الأصفر يلي باللبن؟ انتو عرفتوا انه انا ما حطيت لا سمنة ولا شيء، بس سبحان الله لأنه اللبن طبيعي 100% انا هذا اللبن مروبته على ايدي، فما شاء الله الدسم طالع على الوش. تعال اقربكم تشوفوا عن قريب قبل ما حرك التوم والنعناع مع اللبنة، شايفين كيف لونه أصفر؟ دليل على دسامة اللبن، بس ريحتهم بتاخد العقل بيشهوا. انزلوا هلأ 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 بالكومنتات اكتبوا لي انتو شو عاملين اكل اليوم وشو ناويين تعملوا حلو. شايفين قوام اللبن اكتر من رائع. بعطيهم تقليبي هيك بين وقت ووقت كعب الطنجرة تما يلزق اللبن، هو بإذن الله ما حيلزق. لو طبختوه بأي طنجرة، مش ضروري ستلس ولا ألومنيوم ولا جرانيت أو سيراميك، أي طنجرة تبعوا هذه الخطوات بتاكلوا أطيب كوسة باللبن من تحدياتكم. طبعا بهذه المرحلة زبطوا الملح إذا نقصوا ملح أو شيء. تعالوا لفرجيكم قوام القشطة هلأ. صدقا يا جماعة أكثر من رائع. هيدي هي القشطة يلي بتنفع على جميع أنواع الحلويات مثل القطايف مثل الحلويات الجبن، كتير بتلبق لها. لفرجيكم قوامها كيف منه مجبل، منه عامل مثل شو اسمه صبة بطون، لا شايفين كيف قوام القشطة السلسة يلي خرج نزين فيها الحلويات بقشطة وهيك قصص. وعلى فكرة بدي أقول شغلة كمان، هي فينا ناكلها هيك، ناكلها بسموها أكلة القشطلية. فهلا رح حط منها أنا فوق المدلوقة ولا شوف إذا بضل شوي رح أعمل كاسة قشطلية أنا وياكم. غير شكل بنمدها بهيدي الطريقة. هلأ ليكو كمية القشطة هي حسب انتو قد بتحبوا القشطة، سميكة رقيقة. طبعا اجمالا بالمحلات برجع بقول المفروكة بيعملوها بالفرك، والقشطة اللي بيحطوها غير هيدي القشطة، بيحطوا قشطة على اساس طبيعية هن هيك بيقولوا. فنحن اليوم عملناها بطريقة بيتوتية تي اللي بيحب المفروكة صدقوني حتعجبه، وعد مني. هالكمية ضلت عنا
للأمانة أنا انبسطت إنه ضل عندي شوية قشطة أعمل قشطالية. تشيل بواسطة هيدا اللي بشيلوا البوزة فيه. طبعا منزينها بالفستق الحلبي. بسم الله. وطبعا رشة قطر. يا سلام، احلى كاسة قشطالية تستاهل بقكم. فيكم تزينوا بكاجو بلوز، فيكم ما تزينوا كمان بصير. وهي سفرتنا حبايب قلبي، بتمنى من كل قلبي هالوصفات تكون عم تعجبكم وتكون عجبتكم طريقة المفروك. اكتبوا لي شو رأيكم فيها، وإذا عندكم ببلادكم شي أكلة حلوة هيك بتشبهها أو قريبة عليها أو هي نفسها المفروكة إذا كنتوا أنتوا بتعرفوها وبتعملوها. وطبعا الجلي أول بأول كله كنت عم شيله، الحمد لله المجلة مثل الفلة ما فيها شي. فهون حبايب قلبي انا رح انهي الفيديو تبعي لليوم. بتمنى من كل قلبي تكون عجبتكم هالسفره وعجبتكم هالوصفات. اكتبوا لي تحت بالكومنتات شو رايكم. اخر شيء بدي اقول اني بحبكم كثير يا عائلتي اللي بفتخر فيها، يا احلى عائله بكل اليوتيوب. اخر شيء بدي اقول اني بحبكم كثير وملتقي معكم على بكره باذن الله بنفس التوقيت. باي.